الحرب الروسية الأوكرانية هي أبلغ تأكيد على مثل أفريقي بيقول إذا تصارعت الأفيال تضرر العشب، والحقيقة إن الصراع ده الجميع متضرر فيه سواء كان فيل أو عشب. لو اتفقنا إن هذه الحرب ما هي إلا معركة تكسير عظام بين القوى الكبرى، إذن فنحن كدول نامية ومستوردة هنبقى العشب المهروس تحت أقدام هذا الصراع الطاحن. أهلا بحضراتكم، أنا اسمي إبراهيم الجرحي، وحلقة النهاردة هنتكلم فيها عننا إحنا، عن موقفنا وحالتنا اللي وصلتنا ليها الحرب الروسية الأوكرانية، الأسئلة اللي تهمنا إحنا أهمية الحياة والموت، إزاي أثرت الحرب في بلادنا العربية، وإيه الفاتورة اللي هندفعها لو الحرب دي طالت أكتر من كده. ما أقدرش أقولك الحلقة دي تهمك قد إيه، أنت هتشوف بنفسك وتعرف. سنة 1956 ظهرت في المجر حركة وطنية كان هدفها الخروج من عباءة الاتحاد السوفيتي اللي كان بيعتبر المجر دولة تابعة ليه. سرعان ما تحولت الحركة الوطنية المجرية إلى تمرد، فما كان من الاتحاد السوفيتي إلا أنه أرسل قوة عسكرية يقودها مارشال الحرب العالمية الكبير إيفان كونيف. القوة السوفيتية اللي كانت بتضم 17 فرقة عسكرية مقسمة على جيشين تمكنت من اختراق المجر من ناحية الشرق، وخلال 4 أيام بس كانت مسيطرة على العاصمة المجرية بودابست. الحكومة المجرية تمسكت بموقعها وأصرت على العصيان، بس خلال أقل من أسبوع واحد السوفييت سحقوا كل أشكال المقاومة المجرية وجردوا الجيش المجري من سلاحه وأسقطوا الحكومة المتمردة. في فبراير 2022 أعادت روسيا إحياء هذا السيناريو المنقرض من التاريخ المعاصر وأرسلت قواتها لغزو أوكرانيا اللي موسكو شايفة إنها المفروض تفضل دولة تابعة ليها سياسياً زي ما كانت تابعة ليها في العهد السوفيتي. بدا لينا في البداية إن خطة روسيا هي غزو أوكرانيا بسرعة وإسقاط حكومتها وتعيين حكومة موالية وإعادة أوكرانيا بالقوة إلى حظيرة الطاعة الروسية، ولكن سير الأحداث لأسباب ما عندناش ما يكفي من المعلومات للحكم عليها أدى إلى أن الصراع مستمر من فبراير وحتى اليوم، ويمكن يمتد إلى شهور طويلة قادمة. سواء كانت أوكرانيا ناجحة في المقاومة أو روسيا هي اللي عايزة تطول عمر الحرب، مش ده موضوعي. أنا اللي يهمني في الحلقة دي هو أن الواقع أن الحرب طولت عن المتوقع ولسه هتطول كمان. من الناحية السياسية، روسيا غزت أوكرانيا في أفضل توقيت ممكن. حلف شمال الأطلسي قوة مفككة وجواه خلافات كتير بعكس الظاهر، وقدرته على الحرب ككتلة أقل بكتير من أي وقت سابق، والعالم خارج من وباء الكوفيد ومحدش عنده طاقة اقتصادية ولا حتى نفسية يحارب روسيا، خصوصا أنها اختارت تفتح معركة في عمقها الاستراتيجي وفي ملعبها الطبيعي. أي حرب ضد روسيا هتتكلف كتير جدا ومحدش هيطلع منها كسبان. في نفس الوقت أمريكا في أقل حالتها السياسية استعداداً لدخول حرب جديدة، وبالتأكيد مش عايزة تدخل حرب مع روسيا. أما من الناحية الاقتصادية فروسيا غزت أوكرانيا في أسوأ توقيت ممكن. العالم كله بيعاني من انكماش اقتصادي رهيب بعد سنتين من الكوفيد، وفي الوقت اللي كل الدول بتستعد فيه لموجة من الانتعاش ولسه بنقول يا هادي، جت الحرب علشان تنكد على الجميع وتعكس الاتجاه وتنزل بنسب النمو الاقتصادي في الأرض، وصحيت الدنيا على أزمة اقتصادية جديدة أعنف بكتير جدا من فترة الكوفيد، وأعنف بأضعاف مضاعفة من الأزمة الاقتصادية العالمية بتاعت 2008. إحنا بقى، وأقصد بإحنا الدول العربية المقسمة إلى 3 أقسام، دول نامية ودول بترولية ودول مدمرة، إحنا وضعينا إيه في وسط الحرب دي؟ ومش بتكلم من الناحية السياسية، لأن كل دولة من الناحية السياسية لها مواقفها حسب ما هي شايفة مصلحتها فين. أنا بتكلم من الناحية الاقتصادية، بتكلم علينا إحنا كشعوب، شعوب تجمعها صفة أنها تستورد الحصة الأكبر من غذائها، شعوب بتستورد معظم ما تستهلك أصلا حتى لو كانت غنية. صحيح الحرب بتحصل في قلب أوروبا، بس لو حصلت مجاعة بسبب هذه الحرب هتحصل هنا الأول، ومش الأمن الغذائي الواحد هو اللي مهدد، تأمين الطاقة بالنسبة للدول المستوردة للنفط مهدد، تأمين السيولة بالنسبة للدول المصدرة للنفط مهدد،
سلامة سلاسل الإمداد اللي عطلتها الحرب، كل دي تساؤلات منطقية ومشروعة محتاجين على الأقل نبقى فاهمين هي ماشية في أي اتجاه. شوف يا سيدي الفاضل، على عكس الشائع روسيا وأوكرانيا مجتمعين حصتهم من الصادرات العالمية صغيرة جدا، 2.5% من الحجم العالمي، ودي مش النسبة اللي تشيل الاقتصاد العالمي زي ما بعض الناس بتتخيل. مش حجم الصادرات الروسية والأوكرانية هو اللي مؤثر، نوعية الصادرات هي اللي بتوجع بجد، الغذاء والطاقة. روسيا وأوكرانيا مجتمعين بيملكوا في إيديهم حوالي ربع حجم الصادرات العالمية من القمح. لما تبقى مصر تاني أكبر مستورد في العالم للقمح، يبقى الحرب الروسية الأوكرانية خبر مزعج جدا جدا بالنسبة لها. الحرب بتهدد بتعطيل الإنتاج، وبالتأكيد بتعطل سلسلة الإمداد الطبيعية من نقل بري وبحري. الجزائر والعراق وارداتهم من القمح معا قد واردات مصر، مجتمعين يبقوا هما الاتنين سوا أكبر مستورد في العالم للقمح. السعودية والإمارات والسودان وسوريا وتونس وليبيا والأردن ولبنان والكويت وعمان مجتمعين يبقوا أكبر مستورد في العالم للقمح. العالم العربي فيه 3 أكبر مستورد في العالم للقمح. وقيس على كده الذرة، روسيا وأوكرانيا مجتمعين ترتيبهم في قائمة الدول المصدرة للذرة الثالث، وإحنا برضو من الدول المستوردة للذرة، والشعير نفس الكلام. أي صنف من الحبوب هتلاقي روسيا وأوكرانيا عصب رئيسي في أسواقه العالمية، وهتلاقينا إحنا متلقي رئيسي لوارداته. والحسبة في منتهى السهولة والبساطة، أوكرانيا تتوقف عن التصدير نظراً للحرب، العالم كله يتجه لدول تانية منتجة ومصدرة، الدول دي ترفع السعر نتيجة لزيادة الطلب عليها ونتيجة لزيادة التكاليف عليها كمان، فإحنا تحصل عندنا أزمة. شوف مثال كمان، أوكرانيا لوحدها تملك نصف صادرات الكوكب من زيت عباد الشمس، وروسيا وراها مباشرة في المركز الثاني تقريبا بنفس حجم الإنتاج. الاتنين سوا يملكوا أكتر من 80% من حجم صادرات زيت عباد الشمس في السوق العالمي. بمجرد ما بدأ التهديد لقدرات أوكرانيا على إنتاج وتكرير زيت عباد الشمس، ارتفعت أسعار الزيوت النباتية كلها بنسبة 25% شهرياً. خلي بالك إنه مش زيت عباد الشمس لوحده، الزيوت النباتية كلها. ما هو العالم لو استغنى عن جزء من زيت عباد الشمس هيستهلك كميات أكبر من الزيوت الأخرى، وبالتالي أسعار الزيوت كلها هترتفع. خلي بالك بقى، لو أنت من دولة منتجة للغذاء يبقى مفروض تبقى عارف إن إنتاج الغذاء مرتبط بالطاقة، مفيش زرع بيحصل من غير الديزل اللي بيحرك الجرارات الزراعية وطلمبات الري وغيرها من المعدات. يعني حتى لو عندك الأرض والمية والفلاحين والرغبة في الزراعة، إنتاجك المحلي تكلفته هتزيد مع زيادة أسعار الوقود العالمية. وروسيا لوحدها في إيدها 10% من حجم إنتاج الوقود العالمي، وده حصة مرعبة. في العموم ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بيؤدوا لخفض الدخل الحقيقي بتاعنا، مرتبك بقى بيجيب كمية غذاء وكمية وقود أقل، وبالتالي مستواك المعيشي لازم يتأثر. ولو أنت راجل غني ومستثمر وعندك متاجر، دخلك الحقيقي هيتأثر أكتر، لأن دخلك بيجي من استهلاك زباينك اللي ما بقوش قادرين يشتروا منك بنفس الكميات. أما بقى لو أنت مستثمر عندك مصانع، فأنت في عين الإعصار وربنا يتولاك، لأن روسيا لها حصة كبيرة جدا من سلسلة الإمداد الصناعي والمواد الخام الرئيسية اللي مفيش غنى عنها. في صناعات كاملة هتتعطل، أو على الأقل تكلفتها هتزيد بمجرد مصادرات روسيا تقل أو تنقطع من هذه المواد. بس برضو خلينا في أسعار الوقود، لأن ده موضوع يخصنا جميعا زيه زي القمح. الحرب في أوكرانيا أدت لارتفاع أسعار البترول الخام عالميا. مارس 2022 وصل خام برنت إلى 130 دولار للبرميل. الرقم ده ترجم على طول لارتفاع في أسعار الوقود والمنتجات البترولية في العالم كله. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بتقولك إن أكتر من 50% من تكلفة الوقود بتعتمد على تقلبات سعر النفط. يعني إيه؟ يعني الشركات المنتجة للوقود بترفع سعره آلياً مع التقلبات، علشان هي نفسها مش ضامنة هي هتشتري بكام وتبيع بكام. الزيادة في أسعار الوقود كانت سبب رئيسي من الأسباب اللي رفعت مستوى التضخم في أمريكا، والدول دي علشان تلم التضخم لازم تلم الكاش من التعامل، وعلشان تلم الكاش
بترفع سعر الفايدة على الودائع، وساعتها المستثمرين الأجانب اللي في بلادنا بيسحبوا فلوسهم من أسواقنا ويروحوا يحطوها في البنوك الأمريكية علشان ياخدوا مكاسب من هذه الفوائد المرتفعة. ولما الدولارات تتسحب من عندنا، الاحتياطي بتاعنا يقل، وقدرتنا على شراء المنتجات المستوردة تقل، وسعر عملتنا ينزل قصاد الدولار، فالأسعار عندنا تزيد، ونعيش في الأيام المهببة اللي احنا عايشين فيها دي. وده طبعا بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود عندنا احنا كمان. أسعار البنزين والديزل في العالم ارتفعت بدرجة قاسية، وده معناه إن الاقتصاد العالمي كله هينكمش أكتر. أوروبا عندها عجز أكتر من 1,000,000 برميل يومياً في إمدادات البنزين والديزل. مين بقى واحدة من أهم الدول اللي بتكرر البترول وتنتج وقود؟ روسيا. وروسيا إمكانياتها في التكرير اتضربت نتيجة للعقوبات المفروضة عليها. من مين؟ من أوروبا. جالون البنزين في أمريكا وصل 5 دولار. أول مرة تحصل في تاريخ أمريكا. وفي ولايات السعر فيها بقى 6 دولار وأكتر. السعر الأعلى للمصادفة حصل في بعض الولايات الجنوبية، وده خلى بعض الأمريكان يستغلوا الحدود المفتوحة ويروحوا يشتروا بنزين مدعم من المكسيك. والله تخيل إن المكسيك اضطرت توقف دعم البنزين في ولاياتها المتاخمة للحدود الأمريكية علشان الأمريكان بيستغلوا الدعم ده في الحصول على وقود رخيص. من ساعة الغزو الروسي لأوكرانيا وأسعار الوقود بترتفع في أوروبا، وأوروبا عندها مشكلتين في بعض. الأولى إن مفيش وقود وسعره ارتفع، والتانية إن اليورو والجنيه الاسترليني سعرهم انخفض قدام الدولار. والهند زودت وارداتها من الوقود، وده ضرب الدنيا في آسيا، قلل المخزون وزود الأسعار طبعا. والصين صحيح هي من أكبر منتجي البنزين والديزل في العالم، بس قللت إنتاجها هي كمان علشان تشارك في صنع الأزمة كما هي عادة الصين. إحنا بقى أكيد هنفكر إن الدول المنتجة للنفط في عالمنا العربي زمانها عايشة في نعيم، عندهم بترول بقى ومش هيعانوا من المشاكل دي، والبترول كمان سعره ارتفع وعائدات الدول دي بتزيد. للأسف الصورة مش بالجمال ده. مش دايماً ارتفاع سعر البترول بيبقى خبر سعيد للدول المنتجة للبترول. من بداية الحرب تكلفة الوقود في دول الخليج العربي ارتفعت حوالي 80%. الإمارات العربية المتحدة رفعت أسعار البنزين السنة دي 5 مرات، وبقول الإمارات تحديداً لأن الدولة دي حررت سعر الوقود من 2015، مش زي باقي دول الخليج اللي بتدعم الوقود. دلوقتي البنزين في الإمارات بثلاث أضعاف سعره في الكويت. سعر الوقود في الأردن ارتفع السنة دي بس 3 مرات. أسعار الوقود في الأردن هي الأعلى في العالم العربي بالمناسبة. مصر صمدت رغم الأزمة الأوكرانية لشهور، وحافظت على أسعار الوقود نسبياً خصوصاً الديزل، بس في الآخر اضطرت ترفع الأسعار مؤخراً. أسعار الوقود في المغرب وصلت لمستوى قياسي غير مسبوق رغم محاولات الحكومة للسيطرة. الحكومة المغربية حاولت تخزن كميات كبيرة من الوقود علشان تواجه تقلبات الأسعار، بس برضو مفيش دولة في العالم عندها ما يكفي من المخازن علشان تتفادى ضربة زي دي. كل الكلام اللي قلته لحد دلوقتي كان عن التأثيرات المباشرة والحالية للصراع الروسي الأوكراني، يعني اللي حصل لحد دلوقتي. نيجي بقى للكلام الجد. أيوة، اللي فات ده كان تمهيد بس، لأن الخوف الأكبر إن الصراع يطول ويبقى صراع مزمن، وبالتالي الأزمة اللي احنا فيها هتبقى في أفضل الظروف أزمة مزمنة هي كمان، وفي أسوأ الظروف ممكن تتفاقم. بصوا يا جماعة، اللي حاسس إن أنا بومة ونكدت عليه يومه ما يكسفش ويقول كده في التعليقات وأنا فداكو، مش مشكلة والله. أو أقول لكم خلونا في الجانب المشرق، ده لو كان في جانب مشرق. الارتفاع في أسعار النفط الخام بيصب في صالح الدول العربية المصدرة للنفط، إخواتنا وأشقائنا ونفرح لهم طبعا، بس الفلوس اللي هياخدوها من عائدات النفط لا تساوي نفس الفلوس اللي ممكن ياخدوها في الظروف العادية في حالة ارتفاع سعر النفط عالميا. هفسر لك الكلام. النهاردة سعر البترول من أول السنة ارتفع حوالي 40%، ده لا يساوي زيادة عائدات الدول البترولية بنسبة 40%. ما هي الدول زي الأفراد، الدول برضو عايزة تشتري غذاء ووقود ومواد خام، مش كده؟ فاتورة المشتريات دي هتزيد على الجميع بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، ودي أول مشكلة. المشكلة التانية إننا في وسط موجة تضخمية كبيرة. التضخم معناه المبسط هو تراجع القيمة الشرائية للفلوس. هيبقى معاك دولارات أكتر لما بترولك يغلى،
بس دولاراتك دي هتشتري لك كمية أقل من السلع، والتضخم الحالي هيستمر معنا كم شهر حتى لو الحرب خلصت بكرة الصبح على فكرة. يعني تبعات هذا التضخم وتكاليفه قاعدة معنا شوية كويسين. التضخم العالمي ده ممكن ما يبقاش مشكلة رهيبة للدول العربية البترولية على أساس إن هي عندها احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة، بس هو مشكلة رهيبة جدا للدول العربية غير البترولية، بالتأكيد تأثيره أكبر. الدول العربية الأكثر تضررا من الأزمة هي الدول العربية المتضررة أصلا، أخص بالذكر سوريا اللي بتستورد حوالي تلتين احتياجاتها من الغذاء والطاقة ومعظم وارداتها من روسيا. لبنان بيستورد أكتر من 90% من احتياجاته من الحبوب من روسيا وأوكرانيا. اليمن 40%. كل الدول هتعاني من تراجع الإيرادات السيادية، والإيرادات السيادية هي الضرائب والجمارك على الواردات. ما هو لو الشغل متوقف والاستثمارات متعطلة علشان ما فيش إمدادات، ولو الواردات ما بتجيش علشان في حرب، يبقى الدول هتاخد ضرائب وجمارك على إيه؟ ولما الدول مواردها السيادية تنقص يبقى إنفاقها العام هينقص. دي بقى مصيبة للدول النامية، لأنها لو توقفت عن مشروعاتها اللي بتصرف فيها داخليا هتنفجر في وشها قنبلة بطالة. مصر على سبيل المثال بتبني منشآت عامة بوتيرة غير مسبوقة، طرق وكباري ومدن جديدة ومحطات مية وكهرباء وخلافه. مصر لو توقفت عن البناء ده بسبب نقص الموارد هيبقى عندها 5 مليون عاطل هم العاملين حاليا في قطاع البناء والتشييد، ودي كارثة إنسانية. امتداد عمر الحرب يساوي المزيد من الضغط على ميزان المدفوعات. لو متعرفش يعني ايه ميزان المدفوعات فمرحبا بك في نادي الناس اللي ما بتحبش الاقتصاد، وانا بعتبر نفسي زعيم هذا النادي. ولكن الامر لله، لازم نفهم غصب عننا، ميزان المدفوعات او balance of payment هو الفرق بين كل المبالغ اللي بتدخل للدولة من مواردها وبين كل المبالغ اللي بتنفقها هذه الدولة. اعتبره زي الفرق بين مرتبك ومصاريفك، لو مرتبك أكتر من مصاريفك يبقى عندك فائض في ميزان المدفوعات، ولو مصاريفك أكتر من مرتبك يبقى عندك عجز في ميزان المدفوعات. مع شح السلع وارتفاع أسعارها ميزان المدفوعات بتاع الدول هيبقى معرض لضغط مستمر كل ما عمر الصراع في أوكرانيا يطول، والتضخم العالمي هيسحب من احتياط النقد الأجنبي بتاع الدول دي. القمح لوحده هيتسبب في مديونيات في حدود 10 مليار دولار على منطقة الشرق الأوسط خلال السنة دي لوحدها، ودي مش تكهنات مني، دي توقعات البنك الدولي اللي غالباً هيبقى المؤسسة المالية اللي هتسلفنا المبلغ ده. طيب عرفنا إن الحرب سببت أزمة وإن الأزمة بتكبر وهتكبر، هنعمل إيه؟ إيه الحلول؟ السؤال ده له إجابتين، هنعمل إيه كدول وهنعمل إيه كأفراد. الدول هتلجأ لإجراءات مالية غير اعتيادية وإلا هتغرق. تحريك سعر الفايدة لمواجهة التضخم خصوصاً في الدول اللي عملتها مربوطة بالدولار الأمريكي زي حالتنا. إحنا هنحتاج نمشي في نفس التراك اللي ماشي فيه الدولار وأسعار الفايدة عليه، شئنا أم أبينا. الدول هتقلل استيرادها للسلع اللي هي شايفاها بتستنزف مخزوناتها من العملة الصعبة، وهتركز على الضروريات زي الغذاء والطاقة. الدول ممكن جدا تحتاج تزود انفاقها العام علشان تواجه البطالة والتضخم وتزود حجم القروض علشان تنشط الانتاج المحلي. ونخلي بالنا برضو يا جماعة ان المشكلة مش مشكلة سياسات مالية وبس، يعني لو اي حكومة عملت اي اجراءات برضو الاجراءات دي مش هتولد قمح، مش هتولد ديزل ونيكل وادوية وزيت طبيخ. المشكلة الاساسية في الامدادات، وحل كل دولة للمواجهة هيبقى مختلف عن حلول الدول التانية. وأنا صرحتكم من شوية إن معلوماتي في الاقتصاد لا تكفي للتفكير نيابة عن المجموعات الوزارية الاقتصادية في الدول، بس أنا أعرف أجاوب الجزء التاني من السؤال اللي هو إحنا كأفراد هنتصرف إزاي؟ كأفراد ما عندناش حلول غير التماسك والحفاظ على وحدتنا الاجتماعية الأكثر صلابة من مجتمعنا المدني. شعوبنا العربية لسه فيها علاقات اجتماعية قوية بين أفراد العائلات الواسعة والعشائر والقبائل، والنظم المجتمعية دي بتحافظ على بعضها وقت الأزمات. العائلات المتماسكة والعشائر والقبائل القوية وحتى التشكيلات الاجتماعية المدنية الفعالة هيبقى جواها تكافل اجتماعي طبيعي، مش هتتخلى عن أفرادها وتسيبهم يبقوا ضحايا للأزمة. كأفراد لازم نرشد استهلاكنا بشكل عام خصوصا في الطاقة. مفيش داعي لاستهلاك أي نوع من أنواع الطاقة أو الوقود إلا للاحتياج الحقيقي.
لازم نحافظ على مدخراتنا وما نصرفش منها في حاجات ملهاش ضرورة، ونتخلص من قروضنا الاستهلاكية، أو على الأقل ما نتجهش إلى أي قروض استهلاكية في الوقت الحالي. ولازم نطور نفسنا مهنياً، لأن سوق العمل ممكن جداً يهتز ونصحى الصبح نلاقي نفسنا مضطرين نشتغل في وظائف غير اللي بنشتغل فيها حالياً. طبعاً السؤال اللي بيدور في دماغكم دلوقتي هو هل ممكن العالم ينجو من أزمة ضخمة زي دي؟ بلاش العالم، مش مشكلتنا، هل إحنا هننجو من الأزمة دي زي ما تعودنا مع بعض؟ القاعدة بتقول إن قراءة المستقبل تكمن في التاريخ، والتاريخ بيقول إننا عدينا بما هو أسوأ من كده بكتير. منطقة الشرق الأوسط شهدت حروب ومجاعات وأوبئة لا حصر لها، ودارت عليها دوائر الثورات الاجتماعية والحروب العالمية أكتر من مرة، وظهرت فيها حضارات وزالت من عليها حضارات، وأنا هو لسه موجود قدام حضرتك بتكلم، وحضرتك لسه موجود قدامي بتتفرج. بلادنا كانت موجودة لما كانت ألمانيا بتطحن في روسيا، وكانت موجودة برضو لما روسيا طحنت ألمانيا. حضرنا الكساد العالمي العظيم وعدينا. صحيح الصورة تبدو قاتمة دلوقتي، بس في وسط كل أزمة الصورة بتبقى قاتمة، بتبقى مهببة، وبعدها بكم سنة بتبقى مجرد سطر في كتاب تاريخ. مراعاة للظروف الاقتصادية اللي أنا لسه متكلم فيها من شوية، أنا مش هطلب من حضراتكم الانتساب لعضوية القناة علشان ما بقاش أحد الأطراف المساهمين في الأزمة. اشترك في القناة بس وفعل علامة الجرس واعمل لايك وشير واكتب التعليقات، كل دي حاجات مجانية. اسمحوا لي أشكر المنتسبين الحاليين، ربنا يعينهم، وأشكركم جميعاً، وأشوفكم الحلقة الجاية.